عمان من أبشع مدن العالم، هذا العنوان، وبكل أسف ينتشر كالنار في الهشيم، ليس عربيا بل عالميا وفي أهم مواقع السياحة في العالم. طبعا سبب ذلك بحسب هذه المواقع اللي بتكتب هو قلة المساحات الخضراء، غياب الماء عن المدينة. طبعا بنذكركم هون بالمناسبة بحملة تشجير وتخضير عمان، ما بنعرف شو صار فيها. يعني المدونة السيدة عبير النمري أطلقت حملة للدفاع عن جمال مدينة عمان ولدفع الناس لإظهار الجانب المشرق من عاصمتنا حبيبتنا عمان، يعني قدر المستطاع لتغيير هذه الصورة العالمية. للأسف الناس صاروا يشوفوا عمان من أبشع مدن العالم. يا جماعة في تقصير منا؟ نعم في تقصير، بس من الإجحاف زي برجع بكرر نقول عمان من أبشع عواصم الدنيا؟ لا، عمان جميلة وعمان فيها جوانب مشرقة من الجمال، وبرضه واجبنا وواجب كل إنسان ساكن في عمان ويظهر هذا الجانب المشرق من المدينة. طب خلونا نسمع عبير النمري شو عملت وشو ناوي تعمل وشو رسالتها أصلا. عبير صباح الخير. صباح الخير طارق، كيف حالك؟ الله يعطيك العافية عبير، وجهدك مشكور، يعني هذا إن دل عشيء بدل حس وطني عالي، بنشكرك عليه يا عبير. شكرا طارق وشكرا مزاج اف ام، حابب اسمح لي اصبح عليكم وعلى المستمعين الكرام واتمنى لهم يوم حلو ان شاء الله يا رب ودافع على قلوبهم. كل ايامك يا عبير. عبير يعني انت كمواطنة عمانية كيف استقبلتي يعني هذا الخبر اللي سمعناه او اللي انتشر في بعض المواقع انه عمان من ابشع مدن العالم؟ بداية حابة احكي طارق انه عمان ليست ابشع بل هي احلى واجمل، وعمان في القلب، وهي دائما وابدا هي الأم اللي حضنتنا كلنا من شتى الأصول والمنابت. فتحية كبيرة لعمان، فهيك أنا حابة أبدأ كلامي. طبعا استفزني هذا الموقف كثير على هذا التقرير اللي صدر عام 2013، وصنف عمان من أبشع 10 مدن في العالم. ومؤخرا طلع رجع على السوشيال ميديا وصار متداول أكثر، فكتير ضايقني صراحة، وإنه لا عمان مش بشعة. فعملت هيك فيديو صغير على السوشيال ميديا، حكيت فيه انه يا ريت كل حدا يقدر يورجي عمان في الطريقه الحلوه اللي احنا حابين نشوفها، وكل حدا من موقع بيقدر انه يورجي عمان باحلى صورها، صورتها الحلوه. كويس عبير، خلينا نتوقف عند هاي النقطه شوي. شو يعني انت قصدك كيف كل واحد فينا بيقدر يورجي عمان بأبهى صوره؟ شو المفروض نعمل احنا كمواطنين؟ يعني هو اشياء بسيطه، يعني مو يعني اشياء مو صعبه انه الواحد يعملها حتى نورجي الاشياء الحلوه. ممكن اواري زريعه قدام البيت يجمل المكان ويجمل الحي، ممكن حيطة ملونة ندهنها. هي طبيعة عمان صعبة شوي وطبيعتها يعني جافة، بس إحنا بأشياء بسيطة، حلول بسيطة ممكن نخليها حلوة. نحافظ على نظافة المكان، نطور مسارات سياحية. في كثير في عنا شوارع عنا بأحياء عمان القديمة، إذا اشتغلنا عليها شوي صغيرة ممكن تصير مسارات سياحية. ممكن يعني أنا دائما عبير بحكي يعني عمان القديمة وسط البلد، جبل عمان الويب عبارة عن متحف مش مدينة، متحف بكل ما معنى الكلمة يعني. فما بعرف احنا ليش ما مصرين ما نبرز هذا الجانب الجميل في مدينتنا. روح على جبل القلعه وتفرج، عباره عن متحف كبير، كل حتى ببيوتها متحف كمان. 100% طارق، في مسار سياحي من جبل القلعه لوسط البلد كله عن طريق الادراج. هذا اذا طورنا المسار السياحي ممكن السائح والزائر والمواطن كلنا نستفيد منه. نقدر نخليه مسار ثقافي، نقدر نخليه مسار سياحي، نقدر نحط قهوه على الرصيف، نقدر نعمل له متحف ثقافي فني. يعني عمان 12,000 سنة من الحضارة والتاريخ، فكتير إنه يعني الواحد بيحزن لما يسمع إنه عمان مثلا من أبشع المدن في العالم. صح. وإحنا بنقدر نغير، وهلأ وقت السوشيال ميديا والاتصال الرقمي، ولهلأ إذا أي حدا بيعمل بحث على للإنترنت أبشع مدن العالم بيطلع عمان. إحنا يعني واجبنا إنه نغير هذا الشيء، واجبنا. وهذا على المستوى الشعبي عبير، على المستوى الرسمي يعني إحنا كان نتذكر إنه في حملة كانت حملة رسمية لتخضير وتشجير عمان. طبعا للأسف الحملات تطلع بعدين تختفي ما حد بدر عنها. وين أمانة عمان؟ المفروض تقوم بتخضير الأماكن. للأسف طبعا إحنا قضينا على الأراضي الزراعية في عمان وحولناها لكتل حجار مبنية. صح. بس برضو في واجب أمانة عمان، يعني يعمل مساحات خضراء مشان الله، خليها على الأقل جويا تتفرج على مدينة جميلة خضراء على الأقل. وأرض عمان أرض حمراء، أرض تقدر تزرع فيها أنت بكل بساطة. 100% هو مش فردي، هو مسؤولية مجتمعية، والكل عليه مسؤولية إنه نعمل هذا المكان، المكان اللي إحنا عايشين فيه يعني واحة من الراحة والخضار. حتى يعني للأسف طريق الباص السريع فيه تم اقتلاع بعض الأشجار الموجودة على الطريق اللي كانت يعني شوي آخر ما تبقى من المساحة الخضراء في عمان، وهذا كمان إشي مؤسف. فهي يعني مجموعة
مجموعة يعني الكل لازم يسهم في هذا الإشي. فزي ما حكيت أمانة عمان إحنا الفرق، نحط صور على الإنترنت. أنا عملت مشروع مدونة شارع، حتى أنزل على الشارع أخذ كاميرتي وأصور الأشياء الموجودة. كثير في عنا أشياء حلوة في الشارع. أنا تركت وظيفتي بعد 20 سنة عشان أعمل هذا المشروع وأورجي عمان والأردن في أحلى. أنا حاب أكون جزء من هاي المدونة. احكي لي وين بقدر ألقيها على الفيسبوك؟ مدونة شارع اسمها عبير، مدونة شارع اسمها عبير، عبير ستريت بلوجر. نزلت على السوشيال ميديا بداية هذا العام، والموضوع كتير عم بيكبر وكتير لقيت يعني ناس مهتمة بهذا الموضوع والكل عم بيشاركني هذا الحب والشغف. ما شاء الله عليك. لما حدا يبدأ الكل يعني بيكمل معاه، والكل بحب يكون جزء من هذا المشروع. بس لازم نبدأ، ما يصير نضلنا نحكي ما بنقدر نغير. لا، بنقدر نغير. صح، دائما نقدر نغير عبير، يعني بوجود أمثالك يعني من الناس اللي بيحملوا عمان في قلوبهم دائما نغير. كل الاحترام يا عبير النمري، شكرا جزيلا لك. شكرا. حابة أحكي لك شغلة طارق، إنه أنا عم بعمل هدية لعمان كتاب صور عن وسط البلد إن شاء الله بطلع أول هاي السنة، وهي هديتي لعمان. وأحكي للناس إنه عمان حلوة، بس إحنا لازم نعرف كيف نشوفها وكيف نشوف الجمال الموجود فيها. ما شاء الله عنك، صح كلامك وأنا بأيدك 100% عبير. شكرا يا عبير، شكرا لك. شكرا طارق. شكرا طارق. شكرا عبير. شكرا. مع الحدث مع طارق حامد عمزاج أحلى إذاعة.